اليوم بدنا نحكي على موضوع كيف نبني الـ APIs، وهذه من الشغلات اللي بتنطلب منكم دائما. اغلب الجوبز اللي انتم ممكن تحصلوا عليها حتكون لها يعني 90% ممكن يكون مطلوب جزء له علاقة في توفير API. انا بنيت تطبيق مثلا زي اي كوميرس، فحنطلب ممكن API للموبايل ابلكيشن حيتم بناؤه. تطبيق زي اللي احنا بنيناه الفريلانس بلاتفورم، كمان ممكن يطلب مني موضوع API لو بدي يتم تطوير موبايل ابلكيشن له. باختصار الاي بي اي ايش؟ اختصار كلمه ايش؟ ابلكيشن بروجرامبل انترفيس. الان الهدف من الاي بي اي هو توفير وسيله تواصل ما بين تطبيقين مختلفين. انا عندي تطبيق مبني بالباك اند باستخدام بي اتش بي لارافيل، في عندي تطبيق ثاني حيكون مبني مثلا كموبايل ابلكيشن سواء باستخدام الاي او اس او فلتر او وات ايفر. هنا عندي تطبيقين مختلفين مع بعض بدهم يتواصلوا، فالحل الوحيد عشان تطبيقين مختلفين يتواصلوا مع بعض هو توفير الاي بي ايز. او هو الاي بي اي، الاي بي اي فكرتها انه هي عباره عن مجموعه من الريكوست اللي بيتم تبادلها ما بين التطبيقين، وهذا الريكوست حيرجع ريسبونس معين بصيغه ممكن تكون اكس ام ال او جيسون، وحاليا المتعارف عليه اكثر هو الجيسون. الهدف دائما الاي بي اي انا برجع فقط الداتا، يعني دائما الابلكيشن او التطبيق معني بالداتا مش معني بالشكل. ما بيهمه كيف الفورم، او ما بيهمه الفورم، ما بيهمه كيف التيبل اللي انت حاطينه، هو بيهمه الداتا، وهو لانه حيكون داخل التطبيق الخاص فيه حيعرض الداتا هذه بالشكل البناء المناسب. فعشان هيك الفكره دائما ان احنا لما نيجي نبني اي بي ايز انا حابب بنفس الطريقه التقليديه اللي احنا اشتغلنا عليها. انا حيكون في عندي راوتس، حيكون في عندي كنترولرز، لكن الفرق الوحيد انه هذه الكنترولرز حترجع فقط داتا، مش حترجع اي ملفات فيو، مش حتعمل اي ريدايركت. وفي بعض المفاهيم الثانيه زي موضوع السي اس ار اف توكنز، موضوع السيشنز، هذه كلها في الاي بي ايز مش موجوده. يعني انا ما بقدر استخدم اعمل سيشن في الاي بي اي، ما فيش له داعي، تمام؟ لانه السيشن بتعتمد على الكوكيز، والكوكيز بتتم تخزينها في البراوزر. لما اجي اتكلم على تطبيق موبايل، الموبايل ما بقدر انا ابعت له كوكي عشان يخزن عنده، ما بقدر ابعت له مثلا يعني باختصار ما بقدر ابعت له كوكي عشان يخزنها، لانه هو خلاص الكوكيز معروفه انه هذه شغله متعلقه بالويب براوزرز. يمكن نتكلم هنا ويب، فالاي بي ايز شويه في بعض المفاهيم مختلفه. فيش عندنا سيشنز، فيش عندنا ريدايركس، يعني انا ما فيش داعي انه انا لما ارجع ريسبونس اقول له الريسبونس عباره عن ريدايركت لصفحه ثانيه، ما مش منطق. انا ممكن ارجع له رابط في الريسبونس، مش اعمل عمليه ريدايركت فعليا. طيب احنا خلينا نعمل الان موضوع الاي بي ايز. مثلا احنا حاليا عندنا بروجيكتس بتم اضافتها، فانا في عندي تطبيق موبايل على الطرف الاخر بده يعمل ليستنج لهذه البروجيكتس اللي بتم اضافتها، وبالتالي انا مطلوب مني كديفلوبر اوفر اي بي اي لعرض البروجيكتس او ارجع الداتا تبعت البروجيكتس عشان الموبايل ديفلوبر يقوم بعرضها على التطبيق اللي بتم تطويره. فزي ما حكينا احنا هنمشي على نفس السيناريو، انا عندي routes وعندي controllers، بس الاختلاف الوحيد انه حنرجع جيسون داتا، وحنشوف كيف حنتعامل مع موضوع الجيسون ريسبونس. عشان هيك انا هعمل ارت كوماند امشي من خلاله كنترولر جديد، لان مش هنستخدم الكنترولرز الحاليه. خلينا اي بي اي وخلينا نسميه مثلا projects controller. طبعا احنا استخدمنا نيم سبيس خاص سميناه اي بي اي، هذا مش اشي ضروري يعني مش اشي الزامي، لكن كترتيب للكود او كترتيب للكنترولر عشان نميز انه هذه الكنترولرز اللي انا هستخدمها في موضوع الاي بي اي، فانا وضعتها داخل نيم سبيس سميته اي بي اي. الاسم نفسه تبع النيم سبيس زي ما حكينا مش الزامي، يعني انت ممكن اسميه اي اسم ثاني غير اسم الاي بي اي. لان هذا الكنترولر لو انا بدي افترض انه التطبيق تبع الموبايل هو تطبيق كامل، بمعنى انه اليوزر بيعمل ليستنج للبروجكتس، بيقدر يعمل كرييت لبروجكت، ممكن يعمل ابديت لبروجكت او ديليت. يعني نتكلم على الكرود اوبريشنز اللي احنا استخدمناها في الويب انترفيس، بس بدنا نعملها من خلال تطبيق موبايل. في هاي الحاله بدل ما نستخدم او بدل ما انا انشئ ريسورس كنترولر باستخدام الفلاج ماينس ار، انا ممكن انشئ هنا حاجه بنسميها ماينس ماينس اي بي اي، بدي اعمل هنا اي بي اي كنترولر. فانا ضفت فلاج ناقص ماينس ماينس اي بي اي، هذا الفلاج فعليا بضيف لي او بنشيل لي كنترولر احنا بنسميه اي بي اي كنترولر.
ايش بيميز هذا الكنترولر؟ الان صار عندي هنا في النيم سبيس اي بي اي فولدر بداخله البروجكتس كنترولر تبعنا. طبعا هنلاحظ انه هلاقي فيه الميثودز اللي احنا يمكن شفناها قبل هيك زي الاندكس عشان نعمل ليستنج لجميع البروجكتس، والستور مباشره بدون الكرييت زي ما اتفقنا في الاي بي اي. انا مش معني بالشكل، لان الهدف تبع الميثود تبعت الكرييت ايش كان هدفنا؟ الهدف انك بس ترجع الفورم تبع الكرييت. الان فورم الكرييت مسؤوليه الموبايل ديفلوبر مش مسؤوليتي انا، عشان هيك هنا فيش عندي في الكنترولر ميثود ترجع الفورم. انا عندي ميثود تستقبل الداتا اللي يتم تخزينها وانشائها اللي هي الستور. نفس الكلام مثلا طبعا الشو لو انا بدي ارجع سنجل ريسورس يعني معلومات بروجكت محدد، وفي عندي الابديت بدون طبعا صفحه الايديت، لانه كمان الايديت انا مش معني بالفورم تبعي، انا معني فقط اعمل ابديت على البيانات بالاضافه للدستروي. ففي عندي هنا باستخدام الاي بي اي كنترولر انا في عندي خمسه ميثود: اندكس وستور وشو وابديت ودستروي اللي هي الديليت. الان في الاندكس الوضع الطبيعي انه احنا عارفين انه هنستخدم البروجكت موديل عشان نجيب جميع البيانات، وهذه البيانات اللي هي جميع البروجكتس او انا وطبعا ممكن انا ارتب، بمعنى ممكن احكي له انا بدي الليتست بروجكتس اللي تم اضافته، وبدل ما ارجعهم كلهم بدي احكي له باجينيت، لان انا ممكن يكون عندي عدد كبير من البروجكتس. فالوضع الطبيعي بنعمل هنا باجينيت. هنا طبعا بترجع على الي الانتريز هي الديفولت 15 زي ما حكيت. احنا ثبتناها وين؟ اذا ثبتناها في الموديل، اذا ثبتناها في الموديل 2 حياخدها، بس احنا لا مش مثبتين. تمام. طيب الان احنا هنا متعودين في نظام الويب انه احنا بنعمل ريتيرن لملف فيو، والان زي ما حكينا احنا في الاي بي ايز ما بنرجع فيوز، احنا بنرجع الداتا فقط. الداتا فقط هي فعليا الانتريز اللي رجعت لي، هذه هي الداتا. لان من ميزه لارافيل انه لو انا عملت ريتيرن مباشر للكوليكشن اللي رجع، لارافيل تلقائيا حتحوله لجيسون، وهذه احدى الميزات. انا مش محتاج اكتب الكود البرمجي اللي بيحول هذا الكود الى جيسون. لو كنا نشتغل بيور بي اتش بي كان احنا حنكتب كود طويل عريض عشان نحول هذه الداتا لجيسون. تمام. الان اللارافيل تلقائيا بتحول هذا الاوبجكت اللي هو من نوع كوليكشن الى جيسون بمجرد ما انا عملت له ريتيرن. خلينا نعمل تيستينج من خلال انه انا بدي اروح اعرف الراوت اللي بيودي او بيستدعي هذا الاكشن. الان هنا حنعرف الراوت في اماكن في مكان مختلف. في الراوت حنستخدم في ملف موجود مسبقا كان في الراوت اسمه api.php، لان هذا الملف تحديدا لارافيل وفرت لي اياه عشان استخدمه لتعريف الراوت الخاصه بالاي بي اي ريكويست اللي انا بدي ابنيها. طب ليش ما بحطش الاي بي اي ريكويست تبعتي في الويب؟ اتجنب انك تحط الاي بي اي ريكويست تبعتك في الويب، لانه الويب فيه شروط معينه بتطبق عليه، او خلينا نحكي فيه ميدل ويرز بتطبق على الويب، الملف تبع الويب. من ضمنها موضوع السيشن، موضوع الكوكيز، موضوع السي اس ار اف توكن. السي اس ار اف توكن كمان في الاي بي ايز مش مهم. لا تمام، لانه انا ممكن يصلني ريكويست من اي مصدر خارجي في الاي بي اي من اي فور، وبالتالي انا ما بعرف مين اللي حبعت له السي اس ار اف توكن، عشان موضوع السي اس ار اف توكن اللي احنا متعودنا عليه في الويب في الاي بي اي مش موجود. يعني انا ببعت البوست ريكويست بدون ما ابعت معاه السي اس ار اف توكن. فلو انا حطيت الراوت تبعت الاي بي اي في ملف الويب، هيك حيطبق السي اس ار اف توكن، وحيصير الشخص اللي حيبعت لي ريكويست مش قادر ينفذ الريكويست هذه. عشان هيك اي اي بي اي حنبنيه لازم نعرفه داخل ملف الاي بي اي هذا، او ملف شبيه احنا ممكن نعرفه، بس نتجنب تماما نحط ملف تبعنا داخل ملف الويب، او عفوا الراوت تبعتنا داخل ملف الويب. لا احنا ممكن نعرف راوت اسمه من نوع اي بي اي ريسورس، هذا شبيه بالريسورس راوت، بس هنا بيعرف لي فقط الخمسه ميثودز اللي هي الاندكس والشو والستور والابديت والديستروي. كيف؟ واذا ما بديش جزء منهم اكيد ممكن اعملهم استثناء. لان هنا الراوت هو بروجكتس، وحيتوجه مباشره على البروجكتس كنترولر اللي احنا انشاناه
طيب احنا فعليا صار عندي تو بروجكتس كنترولر او ثلاثه حتى. انا بدي بروجكتس كنترولر موجود في الاي بي اي اللي هو اي واحد فيهم. هذا هو اول واحد هو في الاي بي اي. طبعا النيم سبيس اللي فوق واضح انه انا بستدخل البروجكتس كنترولر موجود في الاي بي اي. طبعا نفس الرسول بس ببعت هنا الاسم تبع الكلاس الكنترولر. طيب كيف حيكون شكل الراوت؟ الان الراوت هذا فعليا هو عبارة عن API/projects. من وين اجى البريفكس تبع الاي بي اي؟ لا لان هذا الاي بي اي هو عبارة عن بريفكس. من وين اجى؟ احنا متعودين انا عشان اضيف بريفكس بشكل صريح بعمل جروب. لا هذا نيم سبيس ملوش علاقه. النيم سبيس اللي انا بحط فيه الكنترولر تبعي لحظه شوي يا جماعه. النيم سبيس هذا تبع الكنترولر ملوش علاقه بالبريفكس تبع الراوت حتى لو تشابهت الاسماء. طبعا الخمسه راوتس اللي حيتم تعريفها هي هذول اللي احنا متعودين عليهم اي بي اي بروجكتس. هذا الاي بي اي بروجكت حيروح حيستدعي الاندكس. الاي بي اي بروجكتس طبعا هذا خلينا نحكي بس نوضح بطريقه الجيت بطريقه نفس الراوت بس بطريقه البوست حيروح على الستور. الان الراوت بطريقه الجيت للراوت هذا بس الفرق انه هذا بياخذ بارامتر اللي هو البروجكت اي دي. هذا حيروح على الشو الريكوست الريكوست اللي من نوع بوت او باتش تمام اي بي اي بروجكتس. وبرضه الاي دي تبع البروجكت هذا حيروح على الابديت. واخر ميثود اللي هي بتكون بطريقه الديليت على نفس الراوت هذا اللي هو الاي بي اي بروجكتس رقم البروجكت حيروح على ديستروي. ففعليا الاي بي اي ريسورس عرفت لي هذه الخمسه راوتس هذول. الان النقطه المره الثانيه بنحكيها انا لما حددت الراوت حكيت البروجكتس. من وين اجى الاي بي اي بريفكس؟ انت بتعمل بريفكس معينه لكل شغله انت ممكن تبني بريفكس معينه. تمام الان باي ديفولت اللارافيل مثبته هذا البريفكس لملف الاي بي اي دوت بي اتش بي. يعني اي راوت انا بعرفه داخل ملف الاي بي اي دوت بي اتش بي دائما هذا الراوت حياخذ البريفكس اللي اسمه اي بي اي. من وين اخذ هذا البريفكس؟ فانا ممكن اغيره. البريفكس فعليا حنلاقيه موجود في الاب بروفايدرز. في عندنا الراوت سيرفيس بروفايدر. الراوت سيرفيس بروفايدر في المنطقه اللي هنا اللي داخل البوت تبعت السيرفيس بروفايدر فعليا حنلاقي هذا الكود. هذا الكود فعليا مش غريب علينا. هذا كود بيعرف جروب. هذا راوت جروب اعطاله بريفكس اي بي اي وطبق عليه ميدل وير اسمها اي بي اي واستخدم النيم سبيس. وهتلاحظوا هنا ايش عمل جروب واستدعى فيه ملف مين؟ الاي بي اي دوت بي اتش بي اللي هو في الراوت. عشان كل راوت انا حعرفه داخل هذا الملف اوتوماتيك حياخذ هذا البريفكس. وبالتالي انا ممكن اغير هذا البريفكس باي بريفكس ثاني انا بدي اياه. على سبيل المثال انا ممكن اعمل نظام فيرجننج مثلا هذا الاي بي اي فيرجن 1 يعني على سبيل المثال. الويب هنا لاحظوا مالوش بريفكس. الويب مالوش بريفكس. بدك انت تحط له بريفكس تلقائي انه كل الراوس اللي تنحط في الويب تكون ماخذه بريفكس ممكن تضيف هنا بريفكس. يعني انت بامكانك هنا تضيف حاجه اسمها بريفكس بس مش ما بنصح فيها مش منطقيه انك تحط بريفكس للويب. مش من هذه المشاكل بس هيك فعليا بطل عندك راوت رئيسي لانه صار عندك دائما في بريفكس. فبطل عندك راوت رئيسي اللي هو لما تطلب الموقع بدون ما تحدد اي باث. عشان هيك ما بنصح تحط على راوت الويب بريفكس. لان طبعا ليش هنا صارت موضوع البريفكس؟ طبعا هنا هدفين. اول شغله انه انا الراوت ممكن يكون عندي تشابه في اسماء الراوت. يعني انا مثلا في صفحه الويب في عندي راوت سلاش بروجكتس وفي عندي في الاي بي اي سلاش بروجكت. هيك بدنا نميز بيناتهم لازم واحد منهم يختلف. فالاي بي اي خلينا كل الراوت تبعت الاي بي اي تبدا ببريفكس اسمه اي بي اي. زي ما حكينا هذا البريفكس اذا انا معني اغير فيه ممكن اغير فيه فيش مشكله او نتركه زي ما هو كمان فيش مشكله. لو انا غيرته زي هيك
إذا صارت جميع الراوس الفلاف الـ API هتكون إيش؟ هيك شكل. تمام؟ طيب الآن كيف ممكن نطلب الـ APIs؟ الآن هنستخدم برنامج اسمه Postman، يعني من أشهر البرامج اللي إحنا ممكن نستخدمها. لا طبعا في برامج بديلة أكيد. تمام، يعني أي برنامج أنت ممكن تستخدمه، بس خلينا نحكي بشكل عام إحنا أشهر برنامج والأغلب ممكن أنت تتكلم معه هيقول لك Postman، وهو ممكن يكون بني لك كوليكشن على Postman. فهنستخدم Postman في عملية التستنج للـ APIs اللي إحنا بنبنيها. ميزة هذا البرنامج إنه بيسمح لي إنه أنا أبعت ريكويست على الراوس اللي أنا بعرفها. طبعا الجيت ريكويست انا ممكن اطلبه باستخدام البراوزر، بس اي ريكويست تاني غير الجيت زي البوت والبوست ما بقدر ابعته من البراوزر، محتاج لفور. فبدل ما انا اصمم فورم لعمليه التستنج، فانا ممكن استخدم البوست مان. في البوست مان بامكاني انا اضيف ريكويست بالطريقه هذه بلس، هنا بيحكي لي ايش نوع الريكويست، بوست او بوت او باتش او جميع الانواع، ومن بعت له هنا الراوت او اليو ار ال اللي حنبعت عليه الريكوست. وفي طبعا بارامترز اضافيه ممكن نبعتها، ومجرد ما اعمل سبميت فانا كاني عملت استدعاء لهذا الراوت، وبالتالي حيتنفذ الكود اللي احنا رابطينه بهذا الراوت، وهيرجع لي الريسبونس اللي يفترض يرجع على صيغه جيسون. الان حنيجي نطلب الراوت، الرابط تبعنا اللي هو http local host 8000 slash API slash projects. هذا الراوس اللي احنا بنيناه فعليا. هذا الراوت بطريقة الجيت زي ما اتفقنا هيروح حوالي على الاندكس، على الاندكس، واحنا في الاندكس كتبنا الكود اللي بيجيب جميع البروجكس من الاحدث فالاقدم، ومعمول لها باجينيشن. تمام، وهيك وعملنا بشكل مباشر ريتيرن لهذه البيانات، لان اتفقنا في الاي بي اي انا معني فقط في الداتا، مش معني باي ملف فيو يعرض البيانات هذه. نيجي نعمل سبميت ونشوف، نتاكد، نعمل سند. طبعا هنا رجع لي ريسبونس 500 انترنال سيرفر ايرور، يبقى في عندنا مشكله، ممكن يكون مشكله بسبب، يمكن واضح هنا الرساله، لا مش اوثنتيكيشن، هو بيحكي لي انه الكلاس مش موجود. قلت هذه الرساله عشان تظهر بشكل مناسب حضيف هنا هيدرز. فين دينا منطقه احنا بنعرف الريكوست له بادي وله هيدر. قلت انا وانا بعمل تيستينج، وهي من ميزه البوستمان او برامج الشبيهه، انه انا ممكن اعمل سيت للهيدرز اللي تبعتها مع هذا الريكوست. لان لارافيل من ميزتها كمان انه اي ريكوست بيحتوي على هيدر اسمه accept، هذا الهيدر بيطلب بشكل صريح انه انا بدي ترجع لي الريسبونس على شكل جيسون. فاللارافيل تلقائيا يعني حتى رسائل الخطا هذه بدل ما ترجع لي كود اتش تي ام ال، هو فعليا هاي الخطا اللي ظهر يا جماعه، هذا الكود. هي صفحه ويب هذه بس داخليه. تمام، فيجواليز مثلا هذا الرو، هاي الرو داتا اللي رجعت البريتي الى تفاصيل. انا بتكلم على تحديدا هنا انه هذا الريسبونس اي ريسبونس بده يرجع من السيرفر في الاي بي اي، حتى لو كان ايرور، حتى لو كان ايرور. تمام، الوضع الطبيعي انه دائما نرجعه جيسون، يعني حتى رساله الخطا هذه اللي ممكن تصير او الاكسبشن اللي ممكن يصير، اللارافيل ممكن ترجع لي اياه كجيسون، لانه طبعا موبايل ديفلوبر مش حيفهم لغه واحده غير لغه واحده غير لغه الجيسون. طيب عشان هيك انا دائما حطلب من الموبايل ديفلوبر او اي شخص بده يستخدم الاي بي اي اللي انا ببنيه، احكي له دائما يبعث لي هيدر اسمه accept، وقيمه الهيدر هذا ابلكيشن على جيسون، اللي هو انا هذا الهيدر يستخدم عشان نفهم السيرفر انه انا ككلاينت يعني انا حعمل accept لايش؟ لريسبونس من نوع جيسون. نفس الرساله الخطا اللي تابع شوي طلعت لنا كاش تي ام ال، لو عملنا الان سند رجعت كجيسون. هاي شكل الجيسون داتا، مش عارف اذا بينفع اكبر الخط ولا كيف. هذه بتعمل لنا مشكله.
بس بتصور واضح يعني. بهمني هنا في عندي خطا، الخطا واضح سببه انه الكلاس النيم سبيس غلط، لانه هنا احنا مستخدمين نيم سبيس. فلو فانا في عندي تو اوبشن، اما انه انا بحط الاسم الكلاس تبعنا، بدل ما ابعته بهذا الشكل ببعته كسترينج. انا كتبته كامل بس لانه احنا حاطين هنا في الراوت سيرفز وحاطين له نيم سبيس، فهو عمل ابند للنيم سبيس، يعني اخذ النيم سبيس كامل وعمل له ابند، فتكرر عندنا النيم سبيس. ففي عندي حالتين، يا بوقف النيم سبيس على هنا لو انا بستخدم، او ببعت الاي بي اي كسترينج بهذا الشكل. طبعا هنا برضو الاسم غلط، لازم ابعت مع مين؟ السب نيم سبيس اللي هو اي بي اي سلاش بروجكتس كنترولر، هي بتكون في الفايل. تمام، فهذا مش مالهاش داعي. لا لو عملنا ريكوست كمان مره نفس الرابط، هاي بريتي. تمام، هاي الداتا اللي رجعت. طبعا انا مستخدم، خلينا نرجعها بالاول بدون باجينات عشان بس نميز ما بينها. فالان بدل ما استخدم باجينات هستخدم جيت، اللي هي بترجع لي كل الداتا. طبعا اول ما بقدر استخدمها بعد اي قيمه، مش شرط ليتس. طبعا الاول فقط بستخدمها مباشره بعد اسم الموديل، غير هيك ما بتقدر تستخدم الاول ميثود. تمام، جيت هي شبيهه بالاول في النهايه، لان هنا رجعت لي الداتا، وطبعا واضح انه الداتا هنا عباره عن اري، هذا رمز الاري في الجيسون، وداخل الاري في عندي اوبجكتس. لما نلاقي القوس المعكوف هذا عباره عن اوبجكت داخل الجيسون، الاوبجكت فعليا هي بيانات الموديل تبعت البروجكت اللي رجعت. هذا اول بروجكت، ثاني بروجكت هاي اللي وراه، هاي البروجكت اللي بعديه، البروجكت اللي بعده، وهكذا. فرجعت لي هنا اري بكل البروجكتس على شكل جيسون. الان الموبايل ديفلوبر بياخذ هذه الداتا ويبدا ايش يعرضها بالطريقه المناسبه. الان لما استخدمنا الباجينات هي نفس الداتا اللي رجعت، ولكن الداتا رجعت على شكل صفحات، عشان ممكن احنا ممكن هنا نحدد، خلينا نحكي 3 في كل بيج على سبيل المثال. هنعمل سند، لان الفرق انه انا البيانات نفسها رجعت داخل، لان رجع هنا مش اري، رجع عندي اوبجكت كامل. لاحظوا بدايه الريسبونس هو اوبجكت، قوس الاوبجكت. لان الاوبجكت في الجيسون هو عباره عن كي فاليو، عندي كي اسمه كرنت بيج واحد، انا حاليا في الصفحه رقم واحد هذا هي. تمام، الداتا اللي في هذه الصفحه هي الاوبجكت، هي فعليا ايش حلاقي، يفترض 3 اوبجكت، هاي اول اوبجكت، وهي الاوبجكت الثاني، وهي الاوبجكت الثالث. هيك خلصت الايش الداتا اللي هي فعليا البيانات اللي انا بدي اياها. وهنا بعد هيك تفاصيل ثانيه متعلقه بالباجينيشن، مين الفيرست بيج يو ار ال، شو اللاست بيج، اللاست بيج يو ار ال، معلومات ممكن يستفيد منها الموبايل ديفلوبر عشان يعرف مين النكست بيج اللي يطلبها. بيرجع بيانات اضافيه زي مثلا التوتال، قديش انا عندي توتال، انا عندي 5 بروجكتس كتوتال على سبيل المثال. وفي عندي التو، انا حاليا بعرض من 1 إلى 3. الان لو انا بدي انتقل على صفحه رقم 2، كيف ممكن ابعت الريكوست؟ انا الموبايل ديفلوبر مثلا هيبعت على نفس الرابط، بس هيبعت لي علامه الكويري بيج يساوي 2. طبعا اتطبقت هنا بيج قيمتها 2، هذه بنسميها البارامترز اللي بتنبعت مع الريكوست. هذه تنبعت ضمن اليو ار ال، فهي لا تعتبر بادي ريكوست، هي مجرد كويري سترينج انبعت. لان نفس الناتج، بس لاحظوا هنا ايش رجع لي، كرنت بيج تساوي 2، انا حاليا في الصفحه رقم 2، ورجع لي الداتا الخاصه بالصفحه رقم 2. يفترض الاقي هنا تو اوبجكت فقط، لانه انا عندي التوتال 5، فهي الاوبجكت الاول وهي الاوبجكت الثاني، وهيك خلصت الداتا. كيف؟ كيف الشو الثلاث قصدك؟ فيش فيو، احنا اتفقنا بنرجع فقط داتا. لا مش هنستخدمها اكيد. لما رجعنا بالجيدا سي نطلب الجيت
الان فهنا لاحظ انا لما بدي اتنقل بين الصفحات هو حيروح يبعث لي في الريكويست رقم الصفحه باي ديفولت. لو ما بعتش رقم الصفحه احنا نطلب صفحه رقم واحد. لو طلب صفحه رقم ثلاثة ما فيش عندي صفحه رقم ثلاثة، ايش حيرجع لي هنا؟ داتا فاضيه، هاي الداتا امتي. رجع لي انه انت في اصلا كاتب لي هو اللاست بيج قديش رقمها؟ 2. هو اصلا في الريسبونس رجع له قد شو هي اللاست بيج، يعني هذه امور واضحه للموبايل ديفلوبر. طيب الان البيانات اللي بترجع، خلينا نركز شويه بدون باجينات على البيانات، وبالتالي سواء بعتنا بيج او لا. هنا حنركز شويه على البيانات. لان باي ديفولت اللارافيل ايش بتعمل؟ بتحول الاوبجكت تبع الموديل لاوبجكت بالصيغه الجيسون. هنلاحظ انه الاوبجكت الكي هي عباره عن اسماء الحقول في الداتابيز، اي دي، يوزر اي دي، كاتيجوري اي دي، هذه اسماء الكولومز اللي موجوده في الداتابيز. بعض الكولومز ممكن تكون بالنسبه لنا معلومه ما بدي اي حدا يعرفها. على سبيل المثال لو انا بدي اعرض اليوزرز، لو انا بدي اعمل اي بي اي يرجع لي اليوزرز، فاليوزرز من ضمن البيانات اللي اتبعته اللي هي الباسورد. انا يفترض في الاي بي اي لما ارجع البيانات ما ارجع معها الباسورد. فاذا في عندي سنسيتيف داتا او كولومز انا ما بديها ترجع من ضمن الريسبونس تبع الاي بي اي، فعندي حلين. اما لما انا اجي اعمل سيلكت، يعني انا هنا ممكن في الجيت، هذه من احدى الميزات، انا ممكن في الجيت ابعث اري باسماء الكولومز اللي انا بدي اياها ترجع. على سبيل المثال لو انا حكيت اي دي وتايتل مش نيم، حنحكي كيف حنحكي. هذه مثلا انا هنا في الجيت حددت بالضبط شو الكولومز اللي انا بدي اياها ترجع، وبالتالي حيرجع فقط في الجيسون الداتا اللي انا عملت عليها سيلكت. هنا صار عندي فقط كل اوبجكت بيحتوي على الاي دي والتايتل والديسكريبشن والكاتيجوري اي دي فقط اللي انا حددته. الان لو تمام انك ترجع كل الداتا بس بدك تخفي كولوم معين، هنا ممكن نتحكم من خلال الموديل نفسه انه هذا الموديل دائما هذا الكولوم يعتبره هيدن سنسيتيف، يعني الباسورد انا بدي في كل مره عشان ما انساش بدي اثبت داخل الموديل مين الكولوم اللي ما يرجعش او مجموعه الكولومز اللي ما ترجعش دائما في الريسبونس. هذه الشغله بتتم من داخل الموديل نفسه، فانا هروح على البروجكت موديل وممكن اعرف هنا بروبرتي. احنا تعرفنا على الفيلابل، تعرفنا على الكاست، الان هنتعرف على بروبرتي جديده اسمها هيدن. هذه البروبرتي بستخدمها عشان اعرف بداخلها اري عباره عن اسماء الكولومز اللي بدها تكون مخفيه في حاله ما بيتم تحويل هذا الموديل لجيسون فقط. يعني هذا هيدن فقط لما يتم تحويل الموديل الى جيسون داتا. فانا على سبيل المثال لو انا حكيت له حقل الابديتد ات، انا ما بدي اياه يرجع في الريسبونس، تمام، على فرض انه بس هذا الحقل انا ما بدي اياه يرجع في الريسبونس. لان في الوضع الطبيعي كان يرجع الابديتد ات لو انا كنت عامل سيلكت لكل الداتا، يعني ما حددتش في الجيت اسماء الكولومز، كانت كل الداتا ترجع من ضمنها حقل الابديتد ات. هنعمل سند، هنلاقي في الداتا رجعت كل البيانات ما عدا رجعت اللي كرييتد بدون الابديتد ات. وبالتالي لو في عندي كولومز معينه انا بدي اخفيها، فانا كل ما علي اني بروح اعملها داخل الهيدن. الهيدن فقط هتستخدم زي ما حكينا في حاله تم تحويل الموديل تبعي هذا الى جيسون اوبجكت، هيتم هنا ايش اي كولوم محطوط في الهيدن هيتم ايش؟ مش هيتم ارجاعه في ضمن الريسبونس. طيب نعمل كمان شغله، لو انا بدي اعمل زي اضافه بدي اجي هنا اعرف، متذكرين الاكسسوارز اللي بنيناها؟ بدي اضيف اكسسوار جديد public function get مثلا type name. ثواني ايش فينا احنا هنا؟ اوكي attribute.
اتفقنا هذه الصيغة الميثود هي عبارة عن accessor method بتعرف لي attribute جديد ايش اسمه type underscore name صحيح يعني هيك بصير استدعي الموديل تبعنا اللي هو البروجكت type name بالطريقة هذه. الان ايش بدي اعمل هنا؟ انا بمجرد بدي اعمل زي return للأبر كيس فيرس بدي اعمل اول حرف في الكلمه لكابيتال لتر فاستخدمت فانكشن في البي اتش بي اسمه ابر كيس فيرست بترجع this type لان احنا التايب بنخزنه في الداتابيز سمول لتر فانا بدي لما يرجع الاسم تبعه يرجع الاسم تبعه بالكابيتال لتر يعني بس عملت مثال بسيط. الان هذا الاتريبيوت مش هيرجع تلقائيا من ضمن الريسبونس تبع الجيسون يعني الان لو انا بعد ما ضفت الميثود اللي هي جيت تايب نيم اتريبيوت وعملنا ريكوست كمان مرة مش حيرجع اي اشي له علاقة بالتايب نيم. انا عندي هنا رجع حق الاسم تايب فقط لان اي اكسسور اتريبيوت انا بضيفه بدي يرجع كمان من ضمن الجيسون داتا تبعت الموديل. هنا بنعرف كمان بروبريتي اضافية داخل الموديل اسمها الابندز فباجي هنا احكي بروتكتد ابندز داخل الابنس بعرف اسماء الاتريبيوت اللي انا عرفتها كاكسسور ميثود يعني انا عرفت اكسسور ميثود اسمها جيت تايب نيم اتريبيوت فبستدعي التايب نيم اتريبيوت في الابنس. بمجرد ما ضفتها هذه في الابنس الان لو عملنا ريكويست على السيرفر هنلاقي انه دائما في كل موديل بيرجع هنلاقي اخر قيمه التايب نيم صارت ترجع وهي كلمة فيكسيت وماخذ الابر كيس فيرست تبعها. طب ممكن اضيف اكثر من كولوم في هاي الحالة وهذا ممكن احنا نستفيد منها فعليا. انا في عندي داتا بدي ادمجها مع الداتا اللي بترجع في الريسبونس تبع الموديل فبستخدم الابندز. طبعا نقطة مهمة الابندز هذه لازم يكون في اتريبيوت الاتريبيوت هذا له الاكسسور ميثود تبعته بمعنى لو انا عرفت ابندز تايب نيم بس ما كنتش معرف الاكسسور هذه كنت انا مش معرفها ايش هيعطيني؟ هيعطيني ايرور لانه هيحاول يستدعي هذه الميثود ومش هيلاقيها يعني مش انه هيعطيني اجنور لا هيعطيني ايرور في الكود call to undefined method اللي اسمها get type attribute get type name attribute. فاذا انا ضفت في الابندز اي مجموعه من الاتريبيوتس لازم اكون معرف الاكسسور ميثود الخاصه فيه. هذه شغلات سريعة متعلقة بالتعامل مع الريسبونس أو مع الموديل اللي بيرجع من طبعا هذا الكلام بنطبق حتى في صفحة الشو يعني هنا في الشو بيصلني مين؟ الـ ID تبع البروجكت. في الشو أكشن أنا بعرض فقط سنجل داتا مش ما بعمل ليستنج لكل الداتا ببعت سنجل داتا فأنا مفترض بجيب ممكن أعمل ريتيرن بشكل سريع للبروجكت فايند الـ ID. طبعا احنا عارفين البروجكت فايند حترجع لي الموديل تبع هذا الاي دي وبالتالي رجعت الموديل زي ما هو حيتحول تلقائيا الى ايش؟ الى جيسون ونفس الشروط اللي احنا حطيناها على هذا الموديل يعني الابندز حتنضاف الهيدنز حتختفي تمام. وهذه عشان نعمل عليها تيستنج انا حبعت ريكوست باستخدام البوستمان بس هنا حغير الراوت الراوت بطريقه الجيت مع سلاش رقم البروجكت هذا صار راوت الشو راوت الشو اللي هو الجيت ميثود مع الاي دي في نهايه الراوت هذا الراوت الشو اللي بيعرض لي فقط سنجل ايتم سنجل موديل هيو. هنلاحظ انه الابديتد اد كولوم ما ظهرش لانه خلص اتطبق عليه موضوع الهيدن والتايب نيم ظهرت او انضافت لانه طبق عليها موضوع الابنز اللي احنا عرفناه. طيب موضوع الريليشنز هاي من الشغلات المهمة. احنا في عندي ريليشن ما بين الكاتيجوري اي دي وما بين البروجكت. احنا هنا مثلا في الريسبونس اللي بيرجع كان يرجع لي مين؟ الكاتيجوري اي دي. الوضع الطبيعي انه انا اكيد لما ارجع ريسبونس بدي ارجع مع الاي دي وارجع مع الاسم كمان لانه ما بدي تبع الموبايل ديفلوبر كل ما بده يعرض البروجكت عفوا كل ما بده يعرض اسم الكاتيجوري يبعث لي ريكويست على السيرفر هات لي اسم الكاتيجوري. فانا بدي ارجع الداتا جاهزه بالاسماء على سبيل المثال هو محتاج اسم الكاتيجوري فانا حرجع له اسم الكاتيجوري. طبعا هنا ممكن نستغل موضوع الريليشنز اللي احنا بنيناها على سبيل المثال انا ممكن
بس عشان تكون الامور واضحه، ممكن قبل ما اعمل فايند اقول له هنا ويد اعمل ايجر لودنج، ايجر لودنج للريليشن تبعت الكاتيجوري اللي احنا كنا عرفناها سابقا، وبعد كده احكي له فايند. الان لما يرجع الموديل هيرجع الموديل محمل معاه مسبقا العلاقه تبعت الكاتيجوري، وبالتالي هيك هيرجع معي الكاتيجوري، بس طبعا هيرجع كاوبجكت كامل مستقل. لاحظوا هنا هي بيانات الكاتيجوري كامله، تمام. لاحظوا هنا الاوبجكت تبع الكاتيجوري رجع بشكل كامل، يعني من ضمن هذه بيانات البروجكت كامله، ونضاف لها اوبجكت كامل للكاتيجوري الخاص بهذا البروجكت، تمام. الان لو انا مش معني بكل بيانات الكاتيجوري، لاحظوا البيانات كامله، النيم بالسلاج بالديسكريبشن بالار باث بالبيرنت اي دي بالكريت، لو انا مثلا معني كمان اني اخفي بعض الحقول ممكن اروح على موديل الكاتيجوري واعمل هيدن لإلها. يعني على سبيل المثال انا ممكن اعمل نفس الحركه، فاروح على الموديل تبع الكاتيجوري واضيف هنا بروبرتي اسمها هيدن، واضيف اياها مثلا كمان برضو هنا الابديتد. انا بالنسبه لي حتى لا الكرييتد ولا الابديتد اب يهموني بالنسبه للكاتيجوري، يرجعوا في الريسبونس تبع الجيسون. انا ممكن اعرفهم في الهيدا. فالان حتى لما انا استخدم الريليشن كمان هذه هتطبق على الريليشن، عشان هيك حلاقي انه كمان في الاوبجكت اللي حيرجع مع الريليشن مش هنلاقي انه في عندي حقل اسمه updated at و created at. طيب احنا بنعرف انه في عندنا نظام الراوت بايندينج للموديل، بمعنى انا ممكن استقبل الموديل مباشره هنا اقول له project، وهذا حكينا الشرط تبعها لازم يكون الراوت الاسم البارامتر على اسم الفاريبل، وتلقائيا الاي بي اي ريسورس بيعمل هذه الشغله. الان هنا صار انا برجع البروجكت مباشره، لانه هنا حيتم تمرير الموديل نفسه بدون الاي دي، احنا كنا نستخدم الاي دي عشان نجيب الموديل. الان اللارافيل حتمرر لي الموديل جاهز، هي اوتوماتيك حتعمل اكستراكشن للاي دي من الراوت، وحتروح تجيب الموديل وترجع لي. طب هنا كيف بدي اعمل ويذ للكاتيجوري؟ حكيت هنا راحت موضوع الكاتيجوري من هنا، لاحظوا البيانات رجعت بدون الكاتيجوري اوبجكت، بدون معلومات الكاتيجوري. طب كيف بدي ارجع الكاتيجوري؟ انا عندي هنا اوبجكت، يعني مش قادر استخدم ويذ. سهل، ايش بدي احكي له هان؟ ما ينفعش نستخدم ويذ. حكيت لو استخدمنا اسم العلاقه زي هيك، ايش حيرجع؟ هيرجع بس معلومات الكاتيجوري بدون معلومات البروجكت. يعني هيك لو انا عملت سنت رجع لي رجعت لي معلومات الكاتيجوري، انا بدي البروجكت مع الكاتيجوري. حكيت حنشوفها مره واحده على مستوى الويد. احنا شفنا نستخدم الويد عشان نعمل ايجر لودنج، بس الويد بتزبطش لما اكون شغال هنا اوبجكت. يعني لما لا شيء اسهل طبعا. هنا هستخدم هنحاول نستخدم الويد، بس الويد بجميع الاحوال مش هتزبط، حيعطيني ايرور اصلا undefined method with، او اعطاني رساله خطا انه الريسبونس اللي رجع غلط، يعني في النهايه اعطاني مشكله. ها في هاي الحاله لو انا بدي اعمل ايجر لودنج للريليشن بس من خلال الاوبجكت نفسه، يعني انا في الاول كنت اعمل ايجر لودنج بالويذ من خلال الكويري بيلدر، لان انا هنا رجعت للموديل نفسه. في هاي الحاله بس نفس الفكره، بس بدل ما بستبدل الويذ بلود، لود بتعمل تحميل للريليشن اللي انا بحددها هنا اللي اسمها كاتيجوري، هي نفس الويذ ولكن بتطبق على مستوى الاوبجكت تبع الموديل. فحنلاقي انه نفس الريزلت اللي رجعت قبل شويه، هي بيانات البروجكت تحت بيانات الكاتيجوري. طبعا نفس الفكره، حلاحظ انا كمان عندي هنا علاقه مع اليوزر اي دي، لو انا بدي ارجع كمان معلومات اليوزر لصاحب هذا البروجكت، فانا ممكن اعمل لود. طبعا ممكن ابعت في اللود اري فيها اسماء
الريليشن. احنا فينا كمان ريليشن عرفناه داخل البروجكت اسمها يوزر، يعني احنا هذه اسماء ريليشنز معرفه مسبقا. لو انا استخدمت اسم ريليشن انا مش معرفه حيعطيني ايرور، عشان هيك في البروجكت حلاحظ انا عندي ريليشن فوق احنا عرفناها قبل كده اسمها يوزر كاتيجوري. لاحظوا التاجز، لو انا بدي ارجع كمان التاجز الخاصه بهذا البروجكت، واكيد انا عاده لما بدي ارجع معلومات برجع معلومات كامله، يعني هنا حستغل موضوع، وهذه ميزه استغلال الريليشنز، لان هنا كمان ممكن اعمل ايجر لودنج كمان للتاجز. في النهايه هيك حتعمل جمله استعلام تجيب البيانات هذه، بس الفكره انه انا بدل ما اخلي الديفلوبر يبعت اكثر من ريكوست، ريكوست يجيب الاسم الكاتيجوري، ريكوست ثاني يجيب التاجز، ريكوست لا انا بخليه في ريكوست واحد ارجع له كل الداتا اللي بده اياها. طبعا الداتا اللي هو بيحتاجها، مش شرط انا ابعت دائما كل الداتا. الان صار عندي هنا بيانات البروجكت، بعد هيك الان بدات الريليشنز تظهر. هاي الريليشن تبعت الكاتيجوري اللي هي بيانات الكاتيجوري، ريليشن اليوزر فيها بيانات اليوزر. لاحظوا اليوزر هذه بياناته في الداتا بيز، هذه البيانات لاحظوا حقل الباسورد مش موجود لانه معمول هيدن، فعليا هذا الحقل معمول له هيدن. لو احنا فتحنا الموديل تبع اليوزر هنلاقي انه معرفه بروبرتي اسمها هيدن داخل الموديل تبع اليوزر. هاي موديل اليوزر وهي معمول هنا ايش هيدن لحقلين الباسورد والريمبر توكن، لان فعليا كمان بدي اعمل هيدن لحقلين تم اضافتهم من خلال المكتبه تبعت الفورتيفاي اللي هي التو فاكتور سيكريت والتو فاكتور ريكفري كود. هذول فعليا كمان ممنوع يرجعوا في الجيسون، هذه معلومات حساسه زي الباسورد، فيفترض كمان الحقلين هذول نحطهم في الهيدن، هذا الحقل الاول هذا الحقل الثاني. ولو انا كمان مش معني يعرف وقتش صار ابديت على اليوزر ممكن اخفي الحقول هذه كمان، لا لو جيت عملت سبميت كمان مره هاي البيانات، بيانات اليوزر رجعت قبل، بس خلينا نيجي هنا هاي بيانات اليوزر رجعت بدون بيانات اللي هي التو فاكتور كولومز. التاجز اري، هاي التاجز اري اللي رجعت اري. طبعا التاجز هي علاقه ماني تو ماني ما بين البروجكت والتاج، فرجعت لي هنا اسم التاج، هي اسم التاج والسلج. طبعا برجع لي معلومه اضافيه معاه اللي هي البايفوت تيبل، هي هذه البيانات الجدول الوسيط اللي ما بين جدول البروجكت وما بين جدول التاج. بس فعليا هي اول تاج، هذا التاج الاول، هذا التاج الثاني، التاج الثالث وهكذا. طبعا هنا التاج بيرجع بتفاصيل زي الاي دي والنيم والسلاج. لو انا ما سمعني باسم التاج، في طبعا حلول كثيره ممكن تنعمل في الموضوع هذا، بس مبدئيا لو بدنا نستغل بس الريليشن وعشان نتكلم على بعض الامور الادفانس في التعامل، احنا لقيت كل الفكره، لاحظوا الفكره دائما في الاي بي اي انا برجع جيسون داتا، الجيسون داتا مجرد انا برجع الداتا بدون اي فيو. الان بس الفكره بتصير كيف الداتا اللي حرجعها كيف شكلها، تمام. هذه المعلومات نفسها حتى في هنا لما انا عملت latest انا بامكاني كمان اعمل eager loading لهم، يعني وانا برجع في list of projects كمان انا كمان معني اني ارجع مع اسم الكاتيجوري وارجع مع اسم اليوزر، ممكن ارجع التاجز، ممكن ارجع التاجز، ممكن لا. في النهايه انت هذه بيانات لازم تنبعت لانها بدها تنعرض في الموبايل، فانت لازم ترجعها، تمام. يوزر صحيح تاكس. الان حنعمل شوف كيف ممكن نعمل كاستمايز للامور هذه. الان حتى الريكوست هذا، عشان هيك دائما في الريكوستات اللي تبعت الليستنج الاندكس دائما استخدموا معها، اذا كانت البيانات ممكن يكون حجمها كبير ما تنسوش انها تكون باجينات ما تكونش جيت، جيت وانا عندي 1000 بروجكت مشكله، تمام. حيعلق الموبايل. نرجع للريكوست تبع الجيت اللي هو اللي بدون الاي دي، يعني رجع هنا طبعا هنلاحظ انه حيرجع لي اري بالداتا، هي اري الداتا، وفي اري الداتا نفس الفكره حلاقي انه الريليشنز تبعتي اتحملت، هي الريليشن تبعت اليوزر وهذه الريليشن تبعت الكاتيجوري وهذه الريليشن التاجز لاري اوف تاجز.
الان وانا ببني في الريليشن او وانا بعمل ايجر لودنج للريليشن، وهذه من الميزات اللي احنا ممكن نستفيد منها، انه انا مرات انا معني لما اجيب ارجع الريليشن ما بدي كل بيانات الاوبجكت هذا، يعني مثلا ما بدي كل بيانات اليوزر، انا معني من اليوزر اسمه بس. تمام، في هاي الحاله وانا باجي استخدم الويد على شكل، طبعا الويد لاحظوا انا ممكن استدعيها بدون اري، وممكن امر الاسماء الريليشنز كاري في الحالتين صح، بس انا هعملهم كنوع من انواع الترتيب. الان وانا بستدعي في الريليشن انا بامكاني احدد بعد اسم الريليشن شو اسماء الكولومز اللي بدي اياها ترجع، فبحط بعد اسم الريليشن نقطتين وبحدد بعد هيك اسماء الكولومز اللي ترجع في هذا الريليشن، يعني انا بدي من اليوزر، انا بس بدي من اليوزر الاي دي والنيم. لقيت في بعض الكولومز ممكن تكون انا ما بدي اياها لانها معروفه، يعني مثلا يوزر اي دي معروف لانه في البروجكت في عندي حق لليوزر اي دي، تمام، بس الاي دي هنا لازم احطه كمان، هنوضح ليش. هنيجي نحكي اي دي نيم للكاتيجوري والتاجز كمان معني اي دي نيم. لاحظوا كده انا صرت بطلب فقط من كل ريليشن، بدي من اليوزر فقط الاسم والاي دي، بدي من الكاتيجوري فقط الاسم والاي دي، وبدي كمان من التاجز بدي فقط اسم التاج والاي دي تبعه. بالطريقه هذه كان انا في الاول يرجع لي، لاحظوا الكاتيجوري كان يرجع تفاصيله، التاجز كانت ترجع تفاصيلها، وكمان البروجكت او عفوا اليوزر كان يرجع تفاصيله. الان بالطريقه هذه حيرجع لي فقط طبعا بيانات البروجكت كامله زي ما احنا طالبينها، لكن لو طلعنا على الريليشن هنلاقي انه هي اليوزر رجع فقط الاي دي والنيم، الكاتيجوري كمان رجع فقط الاي دي والنيم، والتاجز رجع الاي دي والنيم، والبايفوت هذا دائما بنبعت تلقائيا، ما بقدر استثنيه لانه هذا بيرجع مع الريليشن. بس نقطة مهمة، الآن هنيجي نحكي مثلا أنا عندي في بيانات البروجكت أساسا في عندي يوزر أي دي، فإذا أنا ليش أبعت الأي دي؟ خلاص أنا يرجع لي هنا فقط الاسم، ما بيلزمنيش الأي دي هذا مثلا، لا إيش هنعمل له إجنور. فأنت هتيجي تحكي مثلا أنا خلاص بدي من اليوزر فقط مين؟ النيم، تمام؟ طيب احنا قبل شويه كان في عندي يوزر مع هذا البروجكت، هذا البروجكت الاول اليوزر تبعه هو هذا اليوزر، هنيجي نعمل سند. الان في عندي يوزر اي دي رقم واحد، هاي اليوزر اي دي واحد موجود، هنروح على الاوبجكت تبع اليوزر ايش اللي حنلاقيه محطوط؟ نل. طب كيف قبل شويه رجع بالضبط. الان هنا في نقطه مهمه، الان الريليشن هذه اليوزر كيف الان الفكره بتاعت الايجر لودنج، اتفقنا ان اول شغله اللارافيل بتنفذ الجمله الاساسيه، بتجيب الجمله الاساسيه اللي هي بتجيب كل بروجكت، هذه اول جمله. الجمله الثانيه بتروح تجيب اليوزرز اللي تبعي الايش اللي لهم اللي موجودين في هذا البروجكت. الان كيف بده يحكي انه هذا اليوزر لهذا البروجكت، كيف بده يعمل مابينج ما بينهم؟ حيقارن حقل اليوزر اي دي اللي في البروجكت مع حقل الاي دي اللي في اليوزر. لما انا ما رجعته مش حيعرف يقارن، قارن النيم ما قارنش النيم، ما قدرش يقارن، قارن يعني قارن اليوزر اي دي مع النل، تمام، عشان هيك ما قدرش يربط. فلما اجي اعمل كاستمايز للداتا اللي هترجع من الريليشن لازم احدد الكولومز المستخدمه في الريليشن، لازم احطها اجباري، تمام، الكولوم المستخدم في الريليشن. يعني مثلا انا عارف انا لما بنيت الريليشن مع اليوزر انا في عندي يوزر اي دي في جدول البروجكت بيقابله اي دي في جدول اليوزرز، اذا هنا صار الاي دي لازم احطه دائما من ضمن الداتا اللي بترجع. فهذه نقطة مهمة بس كتوضيح، انه لما نيجي نعمل كاستمايز على اسماء الكولومز اللي بدها ترجع من هذا الريليشن، تمام، يكون من ضمنها الكولوم المستخدم في بناء الريليشن، تمام. هذا كلام ممكن تطبقوه كمان تحت في اللود، يعني هذا الكلام ممكن نعمله هنا في اللود، يعني اجي احكي كاتيجوري هات لي الاي دي والنيم مثلا. في شغل في كمان لاحقا هنتكلم عن شيء ادفانس اكثر كيف احنا نعمل كاستمايز بطريقه مختلفه.
بس مبدئيا هذا كل شيء يتعلق بكيف ارجع البيانات من خلال اي بي اي ريكوست. في النهايه احنا بنرجع دائما جيسون داتا. طيب نعمل الان تيست على الستور ميثود. الستور اللي انا فعليا بدي اعمل كرييت لبروجكت من خلال اي بي اي، عم بدي اعمل اي بي اي هدفه يعمل كرييت لبروجكت. الان فيش عندنا فورم، الفورم بالنسبه لنا هو الموبايل ديفلوبر، هو الموبايل ديفلوبر حيكون هو باني فورم في التطبيق بياخذ فيه الداتا وهو بس عليه يبعث لي الداتا هذه. فطبعا موضوع الفاليديشن نفس يعني نفس الكود اللي احنا كتبناه في الويب نفس الكود بنكتبه هنا. فلو احنا بدنا نختصر الكود هروح على الكلاينت اخذ الكود تبع الستور اللي احنا عملناه هنا، واحنا فعليا عاملين بروجكت ريكوست وحطينا فيه الفاليديشن، متذكرين البروجكت ريكوست هذا اللي بنيناه، هذا فيه الفاليديشن. وبالتالي انا ممكن انا اغير بدل ما استقبل ريكوست من نوع ريكوست هستقبل بروجكت ريكوست، هيك الفاليديشن صار اوتوماتيك جاهز. بضل علي عمليه التخزين. طبعا عمليه التخزين ممكن نكتب نفس الكود هناخد نفس الكود هذا تقريبا. هذا الكود فعليا بيجيب اليوزر من الكرنت ريكوست، بعد هيك بنروح احنا نجيب اذا في اتاتشمنتس بنروح نعملها ابلود. هنا مستخدمين احنا ديس ابلود اتاتشمنتس، احنا مش عارفينها، خلينا نوقف موضوع الاتاتشمنت مؤقتا. بعد هيك احنا باستخدام الريليشن ما بين اليوزر والبروجكتس تبعته، فانا بروح انشئ بروجكت لهذا اليوزر. وهنا موضوع التاجز انا بعمل لها سينكينج زي ما اشتغلنا، انا بستقبل اري بالتاجز وبتعامل معها. الان بعد ما ننشئ البروجكت ايش بعمل هنا؟ فيش عندنا ريدايركت، اتفقنا احنا في الويب نعمل ريدايركت بعد عمليه البوست، نعمل دائما ريدايركت لصفحه الاندكس. هنا في الاي بي ايز ما بنرجع ريدايركت، بنرجع ريسبونس. طب ايش الريسبونس اللي حنرجعه او ايش الجيسون اللي حنرجعه؟ عادة لما نيجي نتكلم على RESTful APIs، وهذه من المصطلحات اللي هتسمعوها كثير، RESTful API، فكرة RESTful API دائما انه له ستاندرد معين، الستاندرد بمعنى لما اجي اعمل كرييت لازم الريكوست يكون بطريقة البوست، لما اجي اعمل ابديت لازم الريكوست يكون بطريقة البوت او الباتش. من الستاندرد تبعت الـ RESTful انه دائما الريسبونس لازم يكون جيسون، ما ينفعش استخدم صيغة غير الجيسون. من الستاندرد تبعت الريسبول كمان انه الريكوست تبع الكرييت الريسبونس تبعه هو الاوبجكت اللي تم انشاؤه. انا هنا انشات اوبجكت او انشات بروجكت، فهذا البروجكت هو اللي حرجعه في الريسبونس، فهنا بنعمل ريتيرن للبروجكت نفسه اللي تم اضافته اللي تم انشاؤه. طبعا حضفنا تاج زيها، يعني الكود اللي جاهز تقريبا اخذناه زي ما هو. الان هذا الكود لما نيجي نعمل عليه تيستينج فبنبعت ريكوست بطريقه البوست باستخدام البوست مان على نفس الراوت تبع الاي بي اي بروجكت، لانه هذا الراوت اللي بيروح على الستور. الان هنا الفرق اللي حنعمله انه انا عندي بادي للريكوست، عشان هيك هروح هنا على التاب تبع البادي في البوست مان واضيف انه انا هحكي له انا هبعت لك فورم داتا، هبعت لك داتا. الداتا دي يفترض لي اسماء الحقول انا متوقعها، هو التايتل والديسكريبشن والكوست اللي هي الحقول انا كنت استخدمها في الويب. صحيح لو انا عملت سند بدون ما ابعت اي داتا واحنا اوريدي مفعلين الفاليديشن، هنا ظهرت رسائل الفاليديشن طبعا كجيسون داتا. لاحظوا هنا رجعت لي مسج، رجع لي اوبجكت بيحتوي على مسج في رساله عامه ذا جيفن داتا ووز انفاليد، بعدك رجع لي اري بالايرورز وكل حقل والرسالة الخطأ تبعته title the title is required description the description is required وهكذا. طبعا النقطة المهمة كمان انه اللارافيل بترجع لي status response مختلف، لانه by default اذا كان request success بيرجع دائما response 200. لان انا كيف بدي افهم الموبايل ديفلوبر في عندك error في عندك خلل، فحنركز كمان على موضوع response code اللي بيرجع. لازم ارجع response code اذا في حال عندي خلل معين، ارجع response code بيدل انه في خلل. لارافيل تلقائيا في موضوع الفاليديشن هترجع لي 422 يبقى في ايرور. لو انا طلبت موديل مش موجود لارافيل تلقائيا هترجع لي 404. لو في خطا زي ما صار معنا اول ما اشتغلنا بيرجع لي ريسبونس 500، يبقى في عندي خطا في الكود.
الآن عشان أحل هذه الأخطاء بدي أضيف البيانات هذه، فعشان هيك حبعت هنا في الفورم ريكويست الآن أو في اللي هنا في الكي، هاي اسم الحقل تايتل، ونيجي نحكي هنا API project هذه الـ value description build API project in Laravel. النوع تبع البروجكت هذا حنحكي مثلا hourly، هذه الانواع. ايش في عندنا كمان؟ احنا بيانات البادجت، البادجت ممكن نحطها 1500. وفيش عندنا اتاتشمنت، بس احنا ممكن نبعت تاجز، لان احنا التاجز كنا نبعتها نظام نصوص، يعني احكي مثلا بي اتش بي فاصله لارافيل فاصله مثلا ماي سيكوال، لان هذا البوست لما اجي نبقى او هذا الريكوست حاجي نعمل سند، طبعا اعطاني رساله كول تو ممبر فانكشن بروجكتس اون نال، هذه صارت في لاين 42 في ملف البروجكتس كنترولر، في عندنا خلل هنا، لان هنا الخطا اللي صار، هذا الخطا سببه اكيد حنحكي عنه. هنا الخطا سببه انه انا بتحاول اضيف اجيب اليوزر، وطبعا اليوزر حاليا لا احنا مش اوثنتيكيتد الاي بي اي حاليا، انا قاعد ابعت ريكويست بدون ما انا اكون عامل اوثنتيكيشن، لسه ما تكلمناش عن موضوع الاوثنتيكيشن. الاوثنتيكيشن في الاي بي ايز كمان مختلف، تمام؟ فاليوزر هذا لما جيت حكيت ريكويست يوزر ايش رجع لي هنا؟ انا مش عامل اوثنتيكيشن حاليا، فرجع لي نل. فانا بحاول استدعي ميثود اسمها بروجكتس على مين؟ على نل، على نل حاليا، لانه احنا لسه ما تكلمناش على الاوثنتيكيشن. فانا مؤقتا حجيب اليوزر من الموديل، حثبت اليوزر، حقول له هات لي اليوزر رقم واحد مبدئيا، لكن حنحلها لاحقا، وحنصير نجيب اليوزر حسب العامل لوجن، تمام؟ حنتكلم عنها الان. حل المشكله هذه اللي بفترض انحلت، فلو عملنا السند كمان مره، لاحظ هاي ضاف بروجكت، وهي الريسبونس اللي رجع هو عباره عن الداتا اللي تم اضافتها، او البيانات تبعت البروجكت اللي تم اضافته. طبعا لاحظوا البروجكت اخذ اي دي جديد اللي هو رقم 6. لو حاولت اعمل سبميت كمان مره، حيضيف كمان مره نفس بيانات البروجكت هذا كمان مره، وحياخذ اي دي جديد رقم 7. هاي الاي دي 7. طيب هتلاحظوا كمان ان تلقائيا اللارافيل رجعت لي ستاتس كود 201. هذا الستاتس كود لما تكلمنا اذا متذكرين في المقدمه انه 201 تعني انه ريسبونس لاوبجكت تم عمل كرييت له. هذه الشغله لو ما رجعتش زي هيك، خلينا نحكي نفترض انه عامل ريكوست لاضافه، خلينا نفترض كالتالي، دائما ريكوست لعمليه انشاء بيانات معينه على الداتابيز. فلو انا بدي اشتغل زي ما حكينا ريستفول اي بي اي، فكمان اي ريكوست بيعمل انشاء لداتا على الداتا على السيرفر، يفترض انه الريسبونس اللي يرجع مش 200 201، هو سكسس بس سكسس مع كرييتد. الان احنا ممكن نعمل شغله زي هيك، ريتيرن واستدعي فانكشن اسمها ريسبونس. هذه الفانكشن ممكن ابعت لها البيانات اللي بدي ارجعها، فبدي ارجع البروجكت. في السكند ارجومنت حبعت الستاتس كود 201. يعني لو انا بدي بشكل صريح، انا بدي افترض انه ما رجع 201، بس انا بشكل صريح بدي ارجع 201، فانا بامكاني استدعي فانكشن اسمها ريسبونس، وابعث لها البيانات اللي بدي ارجعها في الريسبونس اللي هي فعليا البروجكت اوبجكت هذا، وابعث في السكند بارامتر الستاتس كود. باي ديفولت هذا الستاتس كود بيكون 200، فانا لما احط 201 فانا هرجع الستاتس كود 201. مش مفروض هذا عند مثلا بيشتغل الاي بي اي يعمل تشيك الان هو مفترض لما يطلع يرجع له ريسبونس 200 او 201 بيعرف انه العمليه سكسس، فانت صرت مش محتاج مرات ترجع له في الريسبونس ستاتس كود لانه حيقراه من الهيدر. صحيح. او انت ممكن بعض الاحيان انت ممكن تكون عامل نظام كودينج للاخطاء. عاده احنا بنعمل نظام كودينج للاخطاء مش كودينج للسكسس. السكسس معروف، اذا رجع
هنحكي مثلا لو رجع لك كود 100 يبقى انت عندك خطا في شغله معينه، كود 200 يبقى انت عندك، بتكلم على كود مش في الـ مش في الـ مش الهيدر كود، بتكلم على كود انت بترجعه من ضمن الريسبونس نفسه. فانت بتكون عامل نظام كودينج، خطا رقم 101 انه انت ناسي تبعث لي اليوزر نيم مثلا، خطا 102 انت ناسي تبعث لي الباسورد. لا طبعا هذا نظام كودينج للايرورز، انت بتختار نظام الكودينج، يعني انت مش شرط 100 و101، انت اي نظام كودينج بتعتمده. مرات فكره الكودينج اسهل، ليش؟ لانه انت بيصير الموبايل ديفلوبر بناء على رقم الكود هو يعرض الرساله المناسبه، بدل ما تبعث له رساله من طرفك انت بتبعث له كود هو بيعرض الرساله بالشكل اللي هو بيلاقيه مناسب. طيب طبعا عشان بس تكون امور واضحه في التعامل مع الريسبونس، انا حفرجيكم عده اشكال لارجاع الريسبونس. احنا اول شكل شفناه انه احنا بنعمل ريتيرن للبروجكت للاوبجكت للريسبونس نفسه. الطريقه الثانيه استخدمنا فانكشن اسمها ايش؟ ريسبونس. الطريقه الثالثه هذه كلها طرق تعطي نفس الناتج، تمام؟ الريسبونس فانكشن نفسها هذه تحتوي على ميثود اسمها جيسون، بعطيها البيانات اللي بدي ارجعها والستاتس كمان في السكند ارجيومنت. هذه الطريقه طبعا الاولى ما بقدر احدد فيها الستاتس كود، فلو انت معني ترجع ستاتس كود يبقى تستخدم الطرق اللي تحت. ممكن نستخدم الفساد، انا هفريكم كل الطرق، لان نفس الريسبونس فانكشن هذه لها فساد اسمه ريسبونس. نفس الفكرة جيسون برجع له البروجكت مع الستاتس كود. يعني اي هيلبر فانكشن، باختصار اي هيلبر فانكشن احنا بنستخدمها في اللارافيل الها غالبا فساد شبيهة فيها. فعليا الهيلبر فانكشن بتستخدم الفساد داخليا. ممكن كمان نعمل ريتير لأوبجكت من نوع جيسون ريسبونس. طبعا احنا بنرجع اوبجكت منه عشان هيك لو عملت هنا نيو جيسون ريسبونس نفس الشيء، ايش الداتا اللي هرجعها وايش الستاتس كود. اي طريقة من هالخمس طرق تقريبا هدول انت فعليا بترجع نفس الاشي، نفس الفعالية ولا شيء بيختلف. فعليا اللي بيصير كالتالي، لا في شغلات زي ما حكينا اللارافيل بتريحك، بمعنى انت لما تيجي تعمل ريتيرن بروجكت زي كذا اللارافيل تلقائيا هتروح تستدعي هذا الكود. هذا الكود لما تلاقي انه انت مش باعت له فيو تلقائيا هتروح تعمل ايش؟ نيو جيسون ريسبونس. فهي اصلا هي عامله لك كود يعني بيغطي كود ثاني، فانت بدك تستخدم الكود الاساسي تستخدمه، بدك ترجع للطريقه اللي انت تخلي اللارافيل هي تستدعي هذا الكود كمان صح. في جميع الحالات انت اللي حيرجع هو نفس الريسبونس، مش حيتغير حاجه فيه. الكفاءه نفس الكفاءه، البرفورمانس نفس البرفورمانس، لانه في النهايه نفس الشيء، تمام؟ لكن هي عدة طرق أو عدة أشكال لنفس الريزلت، فأنا كتدريب أنا ممكن أوضحها لكم، لكن في النهاية أي طريقة من هذه الطرق أنا ممكن أستخدمها. طيب في الأبديت يفترض الكود واضح تبع الأبديت، نفس الفكرة أنا في الأبديت بنجيب الموديل. ممكن هنا طبعا بروجكت فايند اور فيل للاي دي اللي وصلني. تمام خلينا بس اعمل لك على السريع تاعت الابديت. طبعا لو انا بدي افعل موضوع الفاليديشن ممكن استدعي الايش البروجكت ريكويست اللي احنا كنا بنيناه كمان هنا بروجكت. لا في الابديت نفس المبدا، بجيب البروجكت اللي حامل عليه ابديت باستخدام الفايند اور فيل حسب الاي دي، بعدك باخذ كل الداتا اللي وصلتني في الريكويست وبعمل عليها ابديت على مستوى هذا الموديل، وبعدك برجع الموديل بعد الابديت، يعني برجعه بعد ما صار عليه الابديت بالبيانات الجديده تبعته. فتقريبا لاحظوا فيش انه موضوع ريدايركت. هذا الريكويست عشان نعمل له تيستنج بيتطلب انه نبعت ريكويست بطريقه البوت او الباتش، يعني عشان اعمل تيستنج للابديت هبعت ريكويست اما بوت او باتش، وهنبعت الاي دي. مثلا احنا عملنا هنا اي دي رقم 7 مثلا، ده عمل ابديت على البروجكت رقم 7.
الان من الشغلات المهمه انه انا لما استخدم في البوست مان، وهذه شغله في البروتوكول تبع الاتش تي بي معروفه، لما استخدم ريكوست بطريقه البوت او الباتش الريكوست بادي بنبعت. لاحظوا هنا في عندي هنا صيغ للريكوست بادي، يعني الريكوست بادي نفسه له صيغ، اما فورم داتا او يو ار ال انكودد او رو او باينري او حتى جرافيك يو ار. الان اي ريكوست بنبعت بوت او باتش، تمام، هذا الريكوست البادي تبعه بنبني باستخدام اليو ار ال انكودد. عشان هيك لو انا حاولت ابعت كده، انا باعت بيانات يفترض هنا صح، لو حبعتهم للابديت حيقول لي انه البيانات مش مبعوثه، يعني مش شايف لا التايتل ولا الديسكريبشن ولا حاجه. ليش؟ لانه هو بالنسبه له البيانات اللي انبعتت على صيغه الفورم داتا مش شايفها. بالنسبه له لما انا بعت الريكوست بطريقه البوت، هو بيشوف داتا داخل الاكس دبليو دبليو فورم يو ار ال انكودد. لا مش اكس ابلكيشن، شيء ثاني، هذا هيدا كاستم، هيدا هذا مش هيدا، هذا نفسه البادي ريكويست بنبني بطريقه مختلفه. البادي ريكويست شكل الداتا، شكل الداتا داخل البادي ريكويست لها طريقه معينه في الترتيب. الفورم داتا نظام مثلا اسم الحقل يساوي الفاليو، الحقل اللي وراه بينزل سطر جديد اسم الحقل يساوي القيمه الثانيه وهكذا، هذا في الفورم. في اليو ار ال انكودد بتنبعت الداتا على شكل يو ار ال بس جوا البادي مش في اليو ار ال نفسه، يعني الحقل يساوي القيمه اند، الحقل يساوي القيمه اند، ففي اختلاف في طريقه البادي هذا والبادي الثاني. فالبوت على سبيل المثال لازم ابعت البادي ريكوست تبعي باستخدام اليو ار ال انكودد، ما ينفعش استخدم الفورم داتا للبوت. عشان هيك لما تو بعت ريكوست باستخدام الفورم داتا ما تعرفش على التايتل ولا على الديسكربشن، قال لي انهم مش موجودين. هنستخدم اليو ار ال انكودد، هنبعت التايتل ونحكي مثلا اي بي اي بروجكت ابديت. طبعا الفاليديشن رولز تبعتي بتتطلب انه انا ابعت كل البيانات، يعني ابعت التايتل والديسكربشن والتايب والكوست او البادجت. الان في عندنا نقطه مهمه في موضوع الابديت، خاصه في اختلاف هنا في اللوجيك تبع الفاليديشن ما بين الاي بي اي وما بين الويب فورم. احنا لما كنا نبني ويب فورم احنا كنا نعمل فاليديشن على كل الداتا. الان في موضوع الابديت لما اجي اعمل فاليديشن ما بعمل فاليديشن انه كل الداتا مطلوبه. ليش؟ هذا اي بي اي، وبالتالي هو ممكن بده يعمل ابديت على جزء من البيانات مش على كل البيانات، فهو ليش يبعث لي كل الداتا؟ يعني على سبيل المثال هو بده يعمل ابديت فقط على التايتل، ما بده يعمل ابديت على الديسكربشن ولا على البادجت، فليش يبعث لي اياهم؟ الان هنا بالطريقه التقليديه اللي احنا كنا بنينا، انا بجبره يبعث لي مين؟ الديسكربشن والتايب، طب هو ما بده يعدل عليهم. فالفاليديشن لوجيك في الاي بي اي حيكون مختلف، خاصه بجزئيه الابديت، في الكرييت نفس اللوجيك. بس في الابديت انا بصير احدد انه مش كل الحقول مطلوبه. اذا مجبر يعدل على كل البيانات بدي يبعثهم، البيانات اللي بده يصير عليها ابديت حيبعث لي الها. طيب الان في موضوع الفاليديشن الخاص بالابديت مع الاي بي اي، لما عرفنا احنا الرولز عرفنا دائما انه انا عندي الحقول تكون دائما ريكوير. لاحظوا هاي الرولز اللي احنا عرفناها على مستوى الريكوست تبع البروجكت، انا هنا عرفت الرولز انه دائما الحقول هذه حتكون ريكوير. الان في موضوع الابديت في الاي بي اي انا حصير هذه الحقول ريكوايرد اذا كانت مبعوثه. كيف يعني اذا كانت مبعوثه؟ يعني انا عندي هنا انا بعثت قيمه التايتل، هذا صار الان هذا التايتل لو انا تركته فاضي حيعطيني ايرور، بدي يعطيني ايرور انه ريكوايرد، ما ينفعش تبعث لي اياه وتتركه فاضي، يعني بعثت لي حقل اسمه تايتل اذا حتبعث لي بداخله قيمه. الان ما بعثت لي حقل اسمه تايتل فبالنسبه لي مش مشكله. لكن حسب الرولز اللي احنا بنينها هذه الرولز انا دائما ريكوير.
الان في الابديت انا حضطر اعمل هيك ريكوست مختلف او ارجع للريكوست السابق وانا اعمل هنا بنفس ريكوست فاليديت عشان اعمل بس هذه الشغله البسيطه. هاي الرولز تبعتنا نفس الرولز بس الان اللي هعمله مجرد حضيف حضيف رول اضافيه اسمها سم تايمز، حضيفها على كل الحقول من نوع required. يعني هذه السم تايمز حضيفها فقط وهي غالبا بتشتغلش الا مع الريكوايرد. الرول تبعت السم تايمز ايش بتعني؟ لان سم تايمز يعني بعض الاحيان، يعني هي ممكن تكون مطلوبه. لان فكره السم تايمز رول هذه انه انا لما الحقل هذا انا يتم ارساله من ضمن الريكوست، يعني يكون عندي في الريكوست بارامتر اسمه تايتل او انبوت اسمه تايتل، هنا حيكون required. لان لو انا في الريكوست مش مبعوث ضمن الريكوست بادي حقل اسمه تايتل، تمام، هيك بالنسبه لنا بطل required. تمام، فانا بعمل هذه الحركه بس في الابديت عشان لو بعت لي تايتل لازم يكون جواه قيمه، لو ما بعت لي تايتل مش هقول له بعت لي اياه، خلاص انا هيك مش هعمل ابديت على التايتل هذا. فالان لاحظوا هنا هبعت تايتل بس هتركه فاضي. لا همنعه لانه قلت له سم تايمز وحطيته ريكوايرد. هيعطيني رساله انه التايتل ريكوايرد. لان لو انا ما بعتش التايتل نفسه نهائيا مش هيعطيني اي ايرور. هيقول لي انه ابديتد. طبعا هو عمل ابديت بس نل. مش نال مش نال، اجيت ايش احنا ايش عاملين احنا في الريكوست هنا؟ قلنا له اعمل بروجكت ابديت للريكوست اول. الان الريكوست اول ايش هترجع؟ ولا ايش؟ ما رجعتش حاجه اذا انا ما عملتش ابديت. يعني انا فعليا ما عملتش ابديت، فانا فعليا عملت ابديت بس بدون ما اعمل ابديت، يعني ما تنفذش الابديت ورجعت الداتا زي ما هي. لان لو في التايتل بعتنا القيمه بعد اللي انا بدي اعدلها اللي هي بروجكت، كلمه بروجكت ابديتد هيك صار اسم القيمه سند، عمل ابديت وحتلاحظوا فعليا هي التايتل اللي انا بعته اتغير بالقيمه الجديده بالضبط. ففي حاله الابديت يعني هذا بيعتمد على السيناريو، بس في اغلب الاحيان انا في الابديت بدل ما انا اجبره يبعث لي دائما كل القيم بصير اقول له اذا بعثت لي القيمه انا هاخدها واخزنها، ما بعثت ليش القيمه مش هعمل ابديت. يعني هيك صار مش بالضروري لما بدي يجي يعمل ابديت على التايتل يبعث لي معاه الديسكربشن والتايب بنفس القيمه السابقه. تمام، هذه بس شويه اختلاف ممكن نعمله في الفاليديشن على مستوى الابديت في حاله الاي بي اي. اخر جزئيه اللي هي الدستروي. الدستروي اكيد واضحه انه انا باجي اعمل هنا مجرد project destroy. احنا في هنا attachment، مفترض انه احنا نحذف الاتاشمنت تبعت هذا البروجكت لو كانت موجوده. بمعنى لما يجي اليوزر يحذف هذا البروجكت يفترض احذف الاتاشمنت معه. فعشان هيك انا يفترض اكون جايب البروجكت من البدايه. ممكن استخدم هذه الطريقة وزي ما حكينا اطلب من اللارافيل هي تمرر لي البروجكت جاهز، وهيك انا بعمل بعد هيك بروجكت ديليت بحذف البروجكت، ويفترض اعمل هنا جملة فور ايتش الف على البروجكت اتاشمنتس. مش احنا في عندنا مش ريليشن، احنا الاتاشمنت هو حقل جيسون حزناه في البروجكت از فايل مثلا. وهنا بنستخدم احنا خزناه في الستورج تبع مين؟ غالبا الاتاشمنت خزناها في ستورج الديسك بابليك، في ديسك البابليك، وبنعمل ديليت للفايل نفسه. يعني في بعض الاحيان لما اجي احذف قيمه في بعض القيم محتاجه اكسترا كود. يعني مثلا لما اجي احذف بروجكت لبروجكت له اتاشمنتس بدي احذف الاتاشمنتس اللي هي الملفات نفسها بدي احذفها. فانا بعد ما احذف بروجكت بروح احذف الملفات. لاحظوا انا اجلت حذف الملفات لبعد حذف البروجكت مش قبل. ليش؟
لانه فرضا هذه صار فيها ايرور. يعني لو انا خليت هذا الكود تحت، انا رحت حذفت الملفات وبعدك وانا بنفذ في جمله الحذف صار عندي ايرور، ايش حيصير؟ الملفات انحذفت بس البروجكت ضل موجود، تمام؟ فعشان هيك انا اجلت حذف الملفات لبعد ما انا احذف البروجكت. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، طب انا حذفت البروجكت كيف بياناته ظلت موجوده؟ لان هذه هذه الجمله بتحذف من الداتابيز، بتحذف الريكورد من الداتابيز، بس الاوبجكت نفسه اللي في الميموري في الابلكيشن ما زال موجود، تمام؟ فانا ما زلت قادر اشتغل عليه باستخدام الاي دي، انك ترجع تستعلم عن الاي دي. لا خلاص راح عليك. طيب ايش برجح هنا؟ ايش بعمل ريتيرن؟ ايش نوع الريتيرن حرجعها؟ الان هنا عاده ممكن ما ارجعش حاجه، اسكت هيك خلاص، او اعمل ريتير بدون شيء، او ممكن ترجع 200 عشان يفهم. هو اوتوماتيك حيرجع 200 بس في، طالما سكسس طالما فيش ايرور باي ديفولت الريسبونس بيرجع 200. خلينا نجرب الديليت، نعمل ديليت للبروجكت رقم 7 هذا، حبعته بنفس اليو ار ال بس حيتحول الريكوست من بوت الى ديليت. هنعمل سند، اعطاني سيرفر ايرور، قال لي فور ايتش. ممكن هنا بعض هذه نقطه مهمه، انه ممكن بعض البروجكتس ما لهاش اتاتشمنتس، فالاتاتشمنت هترجع لي نال، ما ينفعش اعمل فور ايتش على نال. فانا ممكن اعمل فحص في الاول، اف في اتاتشمنتس لف عليهم. هذه بس سببها انه الاتاتشمنتس هذه جيسون، حق الجيسون، فلما يكون الحق الفاضي حيرجع لي نال مش حيرجع لي اري فاضيه، فاعطاني ايرور انه ما بينفع اعمل فور ايتش على نل. كمان مرة سنت، هو فعليا البروجكت انحذف دير بالك، لأنه أنا حذفته في الأول بعدين حاولت أحذف الملفات، فهو حذف أعطاني ايرور. فالآن لما حاولت أحذفه مرة ثانية إيش قال لي؟ إيش حكى لي؟ نفس الأوبجكت موديل هذا رقم 7 مش موجود. نحذف رقم 6 إذا، تمام؟ هاي الريسبونس كود اللي رجع لي قديش؟ 200. الان هنا نفس الريسبونس، هل انا بدي ارجع له رساله، بدي ارجع له داتا؟ انا برجع لإلي الشيء. لو انا بدي ارجع، بدل ما ارجع ريسبونس فاضي ممكن ارجع ريسبونس معين، فانا ممكن اعمل ريتيرن لاري، احط فيها مثلا مسج واكتب فيها جواها كلمه بروجكت ديليتد. طبعا هذه نفس الفكره، هذه الاري انا بعمل هنا ريتيرن لاري، هذه الاري كمان اللارافيل تلقائيا حتحولها لجيسون، فانا مش محتاج احولها بنفسي الى جيسون. نعمل تيست ونحذف في بروجكت رقم 5 مثلا، هاي المسج اللي انا رجعتها تحولت الى جيسون اوبجكت، الكي مسج والقيمه اللي انا خزنتها. والستاتس كود في طبيعه الحال دائما حيكون 200، طالما عندي العمليه سكسس فلازم يكون الستاتس كود جميع الاحوال 200. هذه بشكل عام العمليات اللي انا بلزم اعملها مع اي اي بي اي. الان بصير بضيف اي بي اي، وهذا الاي بي اي تبع البروجكتس، بعمل اي بي اي شبيه للكاتيجوريز، بعمل اي بي اي شبيه للبروبوزلز، نفس الكود العمليات اللي احنا عملناها في الويب بعمل مقابلها في الاي بي اي، بس الاختلاف الوحيد انه انا بدل ما كنت ارجع ملفات فيو او اعمل ريدايركت من صفحه لصفحه، كل سنه نعمل بس نعمل ريتيرن لداتا بتتحول بشكل تلقائي الى جيسون. ناخذ بريك، بعد البريك هنتكلم على موضوع الاوثنتيكيشن تبع الاي بي اي، وهذا شيء مهم جدا.